ونذهب إلى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب في فقرة فنجان البلد. صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات. أنا أستاذ علي. أكيد طبعا أكيد فيش فنجان قهوة يا أصحاق في عملنا فنجان البلد. فنجان البلد صح؟ صحيح. كيف حالك؟ كيف أصبح؟ في رمضان فيش قهوة الصبح. فيش قهوة الصبح في رمضان. عاد مشرب قهوة الصبح على السحور يعني مشرب. لا بس هلأ في قهوة هلأ أستاذ علي. لا هلأ في فيها يعني أكل هوا هلأ. في ناس بتاخذ مصاري كتير، في ناس بتاخذ مصاري قليل، بتطلع مصاري كتير، في ناس تفضل تفضل. يعني امبارح صدر خبر بأن الوزراء يحصلون على أو حصلوا على مبلغ مالي بدل إيجار، وتم إعادة الحديث عن أن الوزراء أيضا يحصلون على نثرية تقدر ب$2000 وبالإضافة إلى الراتب وفقا للنسبة المقررة في كل مرة. هذا الخبر ليس جديدا، صدر كذلك في عام 2022 وصدر نفي بالأمس من وزارة المالية، لكن النفي الذي جاء في وزارة المالية والله كنت أدور عليه هذا النفي أنا ما لقيته. نعم أنا وجدته امبارح في الليل على أحد الوكالات الفلسطينية ويمكن على موقعهم في الإلكتروني، لكن عندما قارنته مع النفي الذي جرى في 9/9/2022 هو في ذات السياق يأتي، بمعنى أنه لا ينفي، لا يؤكد ولا ينفي. بمعنى آخر قال بأن ما يحصل عليه الوزراء من رواتب وامتيازات ومخصصات هو وفقا للنظام المالي. طبعا النظام المالي صدر قبل فترة، نظام مالي جديد، ولم ينشر حتى يطلع عليه المواطنين الفلسطينيين إن كان هناك امتيازات محددة للوزراء أو للموظفين أو غيرهم في هذا الصدد، وبالتالي لا نعرف ما هي الامتيازات. إلا أن ذات الإشاعة أو ذات الخبر إذا جاز التعبير هو تم الحديث عنه خلال السنوات الأخيرة، وفي ظني أن عدم النفي الصريح هذا أساسه غياب شفافية إدارة المال العام وعدم توضيح ما قيل أو ما يقال أحيانا حول حصول البعض على امتيازات مالية وخاصة من الوزراء خلال فترات هذه. وأريد يعني بمعنى آخر عندما يتم الحديث عن هذا الأمر، وزارة المالية أن جميع الوزراء لا يتخذون أي مخصصات أو أي رواتب إلا وفقا للقانون والنظام المالي، هذا يعني أن هناك امتيازات وهناك مخصصات تصرف لها وفقا للنظام. وهين أعيد للنقاش أنه في بعض الأحيان أو خلال السنوات الماضية عندما كنا نعترض على مسألة مالية يقولون ما هو إما هي موجودة ومخصصة في قانون الموازنة السنوي أو إما أنها جزء من النظام، عندما تعلن عن تقشف، عندما تعلن عن حالة طوارئ أو حالة استثنائية يتم تجريد أو تشفية المخصصات التي تكون في أيام الرفاه والأيام والحالات الطبيعية. وفي ظني أن المشكلة هذه هي متوارثة ليست جديدة على مدار السنوات الطويلة للسلطة الفلسطينية، أي منذ 30 عاما تقريبا، وعندما تبرز يتم عملية نفي دون أن يكون هناك وضوح في عملية النفي ودون أن يكون هناك وضوح وشفافية في العملية المالية التي تجري في وزارة المالية أو في الحكومة الفلسطينية. لذلك عندما يخرج رئيس الحكومة المرة القادمة سواء في بداية جلسة مجلس الوزراء أو في أي يوم من الأيام عليه أن ينفي إذا كان هناك نفيان أو يقر أن هناك مخصصات أو أموال صرفت للوزراء لهذه الغاية أو تلك وفقا للنظام. هنا تتم المحاسبة الشعبية أو المساءلة المجتمعية حول هل يجوز صرف هذه الأموال
في ظل ذائقة مالية، وهل هي ضرورية أم غير ضرورية؟ أما إذا كانت موجودة في النظام فهذا ليست مشكلة، إذا كانت موجودة في النظام المالي أو في القانون، لكن صرفها هي المشكلة تكون، لأنها ليست في ظروف اعتيادية. القانون يتحدث عن الظروف الاعتيادية، النظام المالي الصادر عن مجلس الوزراء يتحدث عن الظروف الاعتيادية والطبيعية لهذا الأمر، وتصرف في ذلك وفي تلك اللحظة أو في تلك الظروف. أما في الظروف الاستثنائية وفي الوقت الذي يعلن عنه عن تقشف وعن تخفيض للرواتب، أو أن هناك نسب من الرواتب تدفع نتيجة الأزمة المالية، بالتالي كل ما هو غير ضروري، كل ما هي مخصصات غير ضرورية وتوكيدية فهي ليست بالضرورة تصرف. لكن أريد أن أوضح أن الرواتب أو ما تبقى من الرواتب هو دين على الحكومة، أما إذا لم تصرف المخصصات الأخرى فهي ليست دين، تغلق في 31. طب إيش يعني لما بيحكوا عن 6000، وحتى أنا سمعت 10000 بس الخبر على الوكالة بيقول إنه 6000. لما بيحكوا عن هاي المبالغ للوزراء، يعني هناك من يقول والله كمان الوزراء عليهم مصاريف يعني من دون يصرفوا. لا هو طلع علي الخبر بيقول 6000 هي جزء من 10000 مخصصة لإيجار الوزراء. طب ايش باخذوا هم ايجار يعني؟ مش فاهم يعني عندهم بيوت إيجار. هكذا موجود في النظام المالي، هكذا ترتيبات مالية، لكن هل هي ضرورية؟ اعتقد لا، لانه اغلب الوزراء لديهم بيوت في رام الله في المقر، يعني في العاصمة المؤقتة. اغلب الوزراء لديهم، من لم يكن لديه بيت او منزل او شقة يمكن ان يصرف له بدل ايجار في حالات محددة، لأنه إحنا بلادنا صغيرة، اللي بده يطلع على جنين أو على الخليل من رام الله يعني ساعة ونص إلى ساعتين، ليست مسافة كبيرة حتى تقول أنه يحتاج إلى إيجار، لكن وفقا للظروف الاستثنائية أوقات تقطيع الطرق إلى آخره يعني ممكن ذلك، لكن أن يصرف بناء على إجراءات سليمة وليست دفعة لحساب كذا ذلك دون أن يكون هناك فواتير محددة الاستئجار والدفع وإلى آخره. هذا هو المطلوب إذا كان هناك استئجار، أو الحكومة تكون لديها بيوت محددة للوزراء، عندما تنتهي مهمته من الوزارة يسلم ذلك، وفي دول تقوم بذلك وتحدد المسافة على سبيل المثال، تحدد إذا كانت مسافة أكثر من 100 كيلو على سبيل المثال يكون هناك استئجار للوزير في بعض الدول. فهم قبضوهم $6,000 هلا حسب هذا ما جاء في الخبر. والنفي الذي جاء على لسان وزارة المالية لا ينفي ذلك. خبر النفي لا ينفي. أي مخصصات تصرف هي وفقا للقانون والنظام. بمعنى بمعنى مش نفي، هذا توضيح، انه توضيح. نعم توضيح، هو ما هو مكتوب بالعنوان نفي. بالتالي حتى الآن وزارة المالية لم تنفي ذلك، لم تقل أنه لم يصرف هذا المبلغ، إنما قالت أي مخصصات تصرف فهي وفقا للقانون وللنظام، ووفقا للقانون والنظام هناك مخصصات للوزراء. أريد أن أقول فيما يتعلق بالـ2000 دولار هذول، وفقا للقانون، قانون رقم 11 لسنة 2004 يقول راتب الوزير $3,000، وهو مبلغ كان في تلك الفترة مرتفع في 2004، لكن اليوم أعتقد أنه منخفض. فمن أجل تعويض ذلك تم صرف $2,000 نثرية للوزراء، وأعتقد أن هذا خطأ ويجب إلغائه والذهاب لرفع القانون. وقيل في عام 2022 أن هناك لجنة شكلت في عام 2019 شكلت لجنة من عدد من المسؤولين بما فيهم مستشار القانوني للرئيس آنذاك ووزير العدل ووزير المالية للنظر في رواتب الوزراء، وقدمت توصياتها للرئيس إلا أنه لم يتم أخذ أي من التوصيات أو لم يتم أي إجراء على ذلك بسبب الأوضاع المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية. ومن ذلك الوقت على ما يبدو أنه تم
صرف نثرية للوزراء دون أن يكون هناك أي مبالغ أخرى أو أي تعديل للقانون. وفي وجهة نظري عندما يتم إعادة النظر أو تستوي الأمور وتصبح أو تذهب الذائقة المالية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والأزمة المالية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية التي شاهدناها على مدار العامين الأخيرين على الأقل، أعتقد أننا نحتاج لإعادة نظر في قانون مخصصات الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي، لأنه هذا هو القانون رقم 11 لسنة 2004. نعم. ورفع رواتبهم بحيث يكون وفقا للقانون وألا يتقاضوا مخصصات إضافية أخرى غير واضحة المعالم وغير مقوننة. وأي مخصصات يجب أن تكون واضحة ومعلنة، وأن يكون هناك سجل في كل وزارة من الوزارات يعلن عن أي نفقات وكيف تنفق وتسدد بفواتير، حتى يكون قادر الصحفيين والباحثين والمواطنين على الاطلاع على هذا السجل، لأنه من غير المقبول أن يتم إنفاق لأي مسؤول فلسطيني حكومي سواء وزيرا أو غير وزير دون ما يكون هناك إفصاح عن طبيعة ذلك المخصص أو ذلك الإنفاق والقدرة على توضيحه في سجل واضح يسمى سجل الإفصاح لما حصل عليه من أموال. نعم. في هذه الفترة. نعم. أو في الفترات السابقة. نعم. حتى يكون هناك شفافية لآليات الإنفاق وعملية الإنفاق الأموال العامة من قبل المسؤولين. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي والباحث جهاد حرب، شكرا على كل هذه التفاصيل.